قنصوه الغوري أتى وقال: يا جماعة أنا شايف أنه أحدا لم يرجم. قالوا: نعم، لم يرجم أحد في مصر منذ 500 سنة. قنصوه الغوري كان هو الذي هزمه سليم خان سنة 925 دخل، فكان هو موجود في هذه الفترة. قال حد الرجم هذا لم يقم منذ 500 سنة، أنا أريد أن أقيم حد الرجم. قالوا: هذا صعب، ومن 500 سنة لم يقم لأنه لا يتوفر فيه ذلك. وأد إحنا من 925 هجري لغاية النهاردة فيها 500 كمان، من 1000 سنة لم نقم حد الرجم في مصر، لأن الشريعة السمحة جاءت لنا بشروط صعبة المفروض أنها تعظم جريمة الربا الزنا، ولكنها أيضا لا تجعلها سهلة. فقنصوه الغوري هذا أراد أن يقيم الحد، فقال: ترصدوا زان وأخبروني به. فترصدوا فوجدوا شابا ليس متزوجا زنى واعترف بالزنا، وهذا حده جلد 100 وليس الرجم. فقال: ما فيش مانع، ارجموه علشان يعني نبقى عملنا الشريعة. قالوا له: هذه ليست الشريعة، الشريعة ليس هو إقامة الحد هكذا سبهللة، الشريعة أن نضربه فقط. قال: لا، أنا أريد أن أقتله. فالقاضي رفض، فعزل القاضي، فجاء القاضي الذي بعده ورفض، عين قاضي تاني فرفض، فذهب بنفسه وأخذ الولد المسكين من المحبس وقتله. بعد قليل دخل سليم خان وقتل في مرج دابق قنصوه الغوري، فتحدث الناس: ذلك بدم المسكين الذي أقام عليه ما ظنه متوهما أنه الشريعة. هكذا نعيش في تلك الأيام، يتوهم بعض الصغار الجهلة أنه لابد من أن يقيموا حدودا حتى ولو لم تستوفى أركانها ولا شروطها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.